أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. إننا لمهتدون.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي
صدق الله.